عضو مجلس وطني التنسيقية الموظفين رجال التعليم المقصيين من خارج السلام. هذه الوقفة من سلا وأنا أحد الموقوفين، هي من سلا للتنديد ولشجب التوقيفات التي طالت مجموعة من النساء ورجال التعليم في سلا وفي كل مدن المغرب. فالآن في جميع مدن المغرب في هذه اللحظة هناك وقفات بالشموع تنديدا ومطالبة بسحب التوقيفات وبإرجاع الاقتطاعات وبالجلوس مع التنسيقيات لحل ملفات العالقة. هذا ما يقع الآن لا يمكن أن يتهم به أحد، هذا فعل نضالي منبثق من مجالس وطنية تتخذ قراراتها بشكل ديمقراطي. لا يمكن أن يمرر أحد على أحد أن هناك جهات أو أطراف. الرجال التعليم لهم كامل الوعي وكامل المسؤولية، وكانت القرارات تستخرج في كل المجالس من المجالس الوطنية ومن من الجمعات العامة. فكل القرارات كانت قرارات ديمقراطية ولا أحد يمكن أن يمارس الوصاية على أحد. نحن لسنا عدميين ولسنا دعاة فتنة ولسنا دعاة هدر الزمن المدرسي، نحن نطالب فقط بحقنا الذي يكفل لنا الدستور. عندما تتهمك الدولة بعدم تقصير بالتقصير في التقصير في حق في في في, في عملك، فإذا هذا أمر يضرب في حقي من حقوق الشغيلة التعليمية، ألا هو حق الإضراب الذي كانت تسانده النقابات إلى حدود الأسبوعين الماضيين. فإذا نحن هنا ببساطة لسحب التوقيفات أولا، لإرجاع الأموال المنهوبة، ثم لمطالبة الدولة بفتح حوار جدي عبر كل الأشكال الممكنة وعبر كل الوسائط الممكنة لحل حالة هذا الملف ولإرجاع المدرسة العمومية إلى واجهتها وإلى إعادة يعني توقيف هذا الهدر ديال الزمن المدرسي الذي طال 7 ملايين تلميذ والذي تتقطع قلوبنا لهذا الزمن المدرسي الذي ضاع. فإذا مطالبنا واضحة، سحب التوقيفات أولا، ثانيا إرجاع الأموال المنهوبة لرجال ونساء التعليم، ثم فتح حوار جدي لحل الملفات التي بقيت عالقة، وأنا ذاك للحديث بقية والساحة تتسع للجميع. إلا أن اللي بغينا نركزوا عليه في هذه اللحظة هذه هو أن الملفات العالقة، نعم كانت على وشك، كنا على وشك، كان بدأ الحوار، كنا على وشك أن نخرج. فالدولة الآن هي التي تعزم الوضع بهذه التوقيفات، هي التي تصب الزيت على النار. فإذا في الوقت الذي كان رجال التعليم يعني يفكرون في أشكال نضالية أخرى، هاي نحن نجد رجال ونساء التعليم يسقطون في هذا الأمر، ألا وهو التوقيفات، والإشارة في إنها التوقيفات لن تستطيع الدولة أن تسير فيها قدما. من سيعوضها التلاميذ؟
أين هي الموارد البشرية كتسميها الموارد البشرية هي؟ أين هي الموارد التي ممكن أن تغطي هذا الخصاص الذي تعاني من التعليم؟ هذا اللي كيتكلم معكم كيقري التحضيري والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس. أنا كنقري ستة المستويات، ست مستويات في العاصمة الرباط، ست مستويات كنقري من التحضيري حتى السادس. نعم العدد قليل، ولكن أتحدى اي بيداغوجي واي رجل تعليم ان يجلس ليدرس ست مستويات في قسم واحد. وهذا كل ما يمكن ان نقوله. تحيه لكل الاعمال الغير السلميه مرفوضه ومدانه. كل الحركات التي تقوم بها رجال التعليم هي حركات سلميه ويكفلها القانون ويكفلها الدستور. ليس هناك في القانون ما يمنع من وقفه. فافعالنا افعال سلميه ولا نتحمل مسؤوليه اي فعل خارج نطاق رجال التعليم. اما المسيرات التي فكنا لا نحتاج فيها حتى لمن ينظمنا. من يعلم التلميذ التنظيم؟ الاستاذ هو الذي يعلم التلميذ التنظيم من داخل الحضن مضربون. فكيف يمكن ان يكون هناك تحريض؟ ليس هناك اي تحريض. ولا يمكن لرجل تعليم عاقل ان يتحمل هذه المسؤوليه. فاذا كل ما يقع لا نتحمل مسؤوليه اي فعل. نحن نطالب بحقنا البسيط، وهو لدينا ملفات فئوية. كان على الدولة أن تجلس مع التنسيقيات وأن تحاورهم، وكان الحل يمكن أن يتم في الأسبوع الأول والأسبوع الثاني. فإن الاحتقال الذي نراه الآن المسؤول عنه وكل ما يمكن أن يقع في الشارع المسؤول عنه هو الدولة، وهي التي تتحمل مسؤوليتها في كل ما يقع. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.